اياها رشيد اوني شو وكتر كاع من لطيفه في البرايم الاول ملي طلبنا منها تسلق حائط القلعه. ماشي سهله جدا. نو 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 تمشي في الحائط. نو سيل فو بلي امنيوا لو مومون اللي ما دوزتوش مزيان في فور بويار هو حيت انا كنخاف من الماء ومن العلو وكان خصني نطلع يوم ميم طون كنشوف لتحت وهذوك لي سكافوندري عاملين هكا وانا كنشوف جاتني الدوخه وتخلعت وترهبت تو سا. نو سيل فو بلي امنيوا امنيوا نو نو جي بار امنيوا. هادشي اللي كاين باش نشاركوا في جزيره الكنز ما خصناش نكونوا تنخافوا من الفراغ ولا من العلو ولا على الاقل نعرفوا نتجاوزوا الخلعه ديالنا. هادشي اللي برهنات عليه لطيفه من بعد في واحد المغامره حتى هي صعيبه بزاف. يلا ما بقاش بزاف. العزيمه والذكاء ميزات لازم منها باش تكون من احسن المشاركين في جزيره الكنز تماما بحال هدى سعد. واو هدى شنو بغيتي؟ وحتى المقدمين ديالنا عندهم طرق خاصه باش كيشجعوا بها المشاركين. هذه وحده منهم وبالخف احسن حاجه عقل عليها هي هذيك النقز فاش قالوا لي وشفت هذيك البلاصه مي غادي نقز قلت لها شداني ولكن ما عنديش لو شوا. قالوا يمكن لك تقول لا الا بغيتي ولكن ما غاديش يلقاو لانديس الا ما لقاوش لانديس دونك ما غاديش يربحوا الفلوس وانا علاش جاي هنا كاع. ما عندنا ما نديرو شهد وتكلت على الله وتلحيت وشحال صعيب مهمة البحث عن الرموز قبل ما نوصلوا لقاعة الكنز ماشي من أسهل المهمات. شكر كبير الغاني. باي باي.